مرحبا بكم الناس الكل. مواجهة كبرى في رابطة الأبطال الأفريقية بعد ما وضعت القرعة ترجي والنجم الساحلي في مجموعة واحدة هي المجموعة الثالثة. هذا شنو اللي فيها بالضبط؟ ترجي النجم الساحلي شباب بلوزداد وفسي جالاكسي من بوتسوانا. بقية المجموعات والحقيقة كلها مجموعات قوية، وخاصة تشوفوا المجموعة الرابعة مجموعة الثالثة كيف كيف اللي كنا نحكيوا عليها. المجموعة الأولى فيها الأهلي، سان داونز، الهلال والمريخ، يعني مجموعة حديدة بكل المقاييس. المجموعة الثانية فيها الرجاء، أوريو كوناكري، وفاق ستيف وأمازولو من جنوب أفريقيا. والمجموعة الرابعة فيها الويداد، الزمالك، بيترو أتلتيكو وساغرادا إسبيرانزا. هذه تركيبة الأربعة مجموعات. بالنسبة للمجموعة اللي تهمنا واللي فيها ترجي والنجم الساحلي، هذه مواعيد المقابلات والمواجهات بالضبط. دونك الجولة الأولى 11 12 ولا 13 فيفري، ترجي يستقبل اف سي جالاكسي من بوتسوانا، والنجم الساحلي يجيب بالوزداد. الجولة الثانية 18 ولا 19 فيفري، بالوزداد ترجي هذه تونسي، اف سي جالاكسي النجم الساحلي، يلعب النجم الساحلي اون ديبلاسمون. الجولة الثالثة ترجي النجم الساحلي، قمة كبيرة. الجولة الثالثة تكون 25 ولا 26 فيفري. الجولة الرابعة النجم الساحلي الرتور يعني متاع المواجهة هذه، يستقبل الترجي هذه تونسي. في الجولة الخامسة واللي تتلعب 18 ولا 19 مارس، اف سي جالاكسي يواجه الترجي، وبالوزداد يواجه النجم الساحلي. والجولة الأخيرة نهار 1 ولا 2 أفريل، الترجي يلعب مع بالوزداد والنجم الساحلي في بوتسوانا ضد اف سي جالاكسي. في كاس الكاف نادي صفاقسي جاء في المجموعة الأولى مع بيراميدز المصري، أهلي طرابلس، وزاناكو الزامبي. هذه تواريخ المواجهات. الجولة الأولى 13 فيفري ساس يستقبل زاناكو. الجولة الثانية 20 فيفري أهلي طرابلس ساس يلعب أون ديبلاسمون نادي صفاقسي. الجولة الثالثة 27 فيفري بيراميدز ساس، ومواجهة كبيرة بين نادي صفاقسي وولده ولد نادي صفاقسي فخر الدين بن يوسف. الجولة الرابعة 13 مارس ساس مع بيراميدز مقابلة الرتور. الجولة الخامسة 20 مارس النادي صفاقسي يلعب في زامبيا ضد زاناكو. والجولة السادسة 3 أفريل النادي صفاقسي يواجه أهلي طرابلس. نرجعوا لتونس وملاعبية لو اس مو رجعوا للتمارين بصفة عادية بعد ما تلقوا وعود من الهيئة المديرة تهم مستحقاتهم اللي مش خالصة، وهي زوج شهري أكتوبر ونوفمبر. ذكروا أنه ملاعبية الاتحاد مناسيري طيلة الأيامات اللي تعديوا كانوا يعملوا شطر رونترينمون، نقولوا احنا يعملوا اللي شوف مو بعد يروحوا ما يدربوش. ودونك اليوم خذوا ضمانات بخلاص مستحقاتهم ورجعوا للتمارين بصفة عادية. فيران توريس الجناح الأسباني لمانشستر سيتي صحح مع البارسا عقد حتى لجوان 2027 مقابل 25 مليون يورو. توريس 21 عام، في أول موسم مع سيتي سجل 7 بونت وعطى زوز تمريرات حاسمة. الكرة في أوروبا، كان الإنجليزي اللي يلعبوا بطبيعة ساوثامبتون كمل متعادل مع توتنهام ضمن مقابلات الجولة 20. 1-1 انتصار كبير لويستهام عن ديبلاسمون على واتفورد 4-1، منهم بونتو بالرحمة الجزائري الفايت ويستهام. كريستال بالاس ربح نورويتش 3-0، والليلة انطلاقا من 9 ليستر الموجود في المرتبة 11 يواجه ثاني ترتيب ليفربول. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايك فان بوانيت.